طارق، من كانت سناء جميل بالنسبة لويس جريس؟ أنا رأيي إن القدر خلى الأستاذ لويس يتواجد في بداية النجاحات وتواجد مدام سناء حتى تشتعل هذه الموهبة. لازم يبقى في عقل زي الأستاذ لويس يحتوي جنون سناء جميل، جنونها الفني عشقها، وكانت راهبة في المحراب الفني. الفن هي أنا بقول عليها دايما شاعرة شاعرة فن الأداء، شاعرة فن التمثيل على المستوى العربي، هي مدام سناء جميل بكل يعني تفاصيله. ما كانش كرجل بيغير انه هذه النجوميه، انه جنبه سناء جميل نجمه السينما، نجمه الاداء، النجمه. عمرهم ما كان فيه فكره نجوميه وفكره انها حاله كده، وان انا بحس ان هما الاثنين كانوا واحد. حتى عدم الانجاب كان قرار، ما كانش يعني ما كانش ربنا يعني ما كانش ان هما مش قادرين يخلفوا، لا قرروا هما الاثنين يكملها بدون انجاب. بدون انجاب ده كان قرار. اكتر من كده انه الزيجه نفسها ملهاش علاقه، احب مدام سناء وفي ذهنه انها مسلمه. كل شويه والنبي يا لويس اعمل كذا، والنبي لما تقابل فلان قول له كذا، قال لك النبي والنبي تبقى ايه؟ تبقى مسلمه واسمها سناء جميل. فما حتى الدين ما كانش هو الفيصل في الجواز. لما تعرضت عليه نتجوز قرر خلاص، يعني هو عايز يتجوزها وهي قالت له اوكي نتجوز، كان كل اللي هذا طب هنتجوز.